في ضوء التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، تسعى لندن لإعادة تأكيد نفسها كمركز مالي عالمي، مع تزايد المخاوف من فقدان المدينة جاذبيتها للشركات المتداولة في البورصة. تضررت سمعة لندن في مجال الخدمات المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من نقل البنوك الأموال والعمالة إلى القارة الأوروبية. لكن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية كان له أثره، خاصة مع تفوق أمستردام على لندن كأكبر مركز لتداول الأسهم في أوروبا منذ نحو 3 سنوات. شركة شيان الصينية، عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي تصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 63.7 مليار دولار، لديها طموحات كبيرة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في نيويورك. ولكن مع توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، بدأت شركة الأزياء في تحويل وجهتها نحو بورصة لندن، الأمر الذي يعتبر فوزاً كبيراً لبريطانيا. وفي محاولة لدعم موقف لندن، يحاول المسؤولون البريطانيون إصلاح القطاع المالي لجعل سوق الأوراق المالية في المدينة أكثر جاذبية للصناعات الحديثة، خاصة شركات التكنولوجيا، بدلاً من الاعتماد على القطاعات مثل البنوك التي بنت تاريخياً المركز المالي في لندن.